السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أركين سمارت. اليوم جايب لكم تختيم جديد، واللي هو تختيم فايس سيتي المحسنة، تختيم مترجم 4K وكامل إن شاء الله وجاهز. يعطيكم العافية شباب، صراحة متحمس للتختيم الجديدة، وأخيرا راح نبدأ تختيم جديد. ها اسمعوا الموسيقى معاي، موسيقى ما تنمل منها أبدا، موسيقى رهيبة فعلا. الله طبعا في حاجات ابغى اقولها يا شباب، اللي هي الترجمه هذه الترجمه اللي مسويها المبرمج اتوقع اسمه حمزه الحمودي، يعطيه العافيه. طبعا الترجمه الكامله راح تشوفوا الترجمه كامله، قوائمها على حواراتها على كل شيء جاهز. هالمره انا يعني ما راح اترجم الحمد لله، انا راح العب بس. راح نخش على اللعبة ونشوف الترجمة، وبالبداية نقول نشكره يعني هذا الرجال. وطبعا دخلت شيكت على اللعبة، والحين انا طبعا ترى محمل اللعبة على البي سي عشان هذا المود مثل ما قلت لكم مبرمج مسويه حمزة الحمودي يعطيه العافية. لو تذكروا قبل كنت ألعب على البي اس 5 في سان أندرياس، وطبعا الترجمة انا مترجمها كنت بنفسي، لكن هذه الترجمة راح تكون جاهزة، وهذا السبب راح يكون ان الحلقات راح تنزل اسرع ان شاء الله. ونقول بسم الله ونسوي بدء جديد، لعبة جديدة معلش تأكيد. اوكي يلا نقول بسم الله وحماس مليون. ها يلا خليكم مع الكاتسين. بسم الله. ماركو بيسترو، ليبرتي سيتي، 1980. تامي بسيري شيت. Didn't they never let him out? He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we going to do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg. Schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vicetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. مطار سكوبر. شفتوا؟ تكلم عن كين روزنبرغ. كين روزنبرغ خوينا اللي في سان أندرياس كان يا شباب هذاك. هذا هو. كين روزنبرغ here. Hey, great. Hey. Well, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, Mina Vice City. طبعاً يا شباب أنا... أوه، تذكروا اللقطة ذي؟ Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! طبعا سبحان الله ما ادري كيف ما جت ولا طلقة، سبحان الله. ربع كلهم انطلق عليهم وهو بعد كم جم. قال روح نام، بس روح نام. يا كين روزنبرغ خوينا اللي بسان أندرياس ذا.
اوكي ممتاز ممتاز. يلا يا شباب طبعا انا شاب اكيد السوني 4 عرفت علي. الشيء اللي بقوله يا شباب ان انا صحيح كنت مسوي تصويتات على اللعبه الجاي ايش راح تكون بعد سان اندرياس. اغلب الناس طبعا قالوا جي تي اي اي في. انا كنت راح انزل جي تي اي في لكن قلت ابغى نبغى لعبه قصيره. فايس سيتي اقصر من اي في عشان كذا ترى يعني بدينا فايس سيتي بس. لكن مو معناته ان راح نسحب على اي في. اي في ان شاء الله بالطريق. اي في بعد راح يجي لها دورها ان شاء الله بعدين. فعشان كذا قلت لها اقصر لان بعد سان اندرياس لعبه طويله لازم شيء يكون قصير عرفتوا. فيا اوكي طبعا شيء للي ما يعرفوه يا شباب انا كنت العب اللعبه كثير وانا صغير. لعبه رهيبه طبعا لكن الشيء الصدمه اني انا ما اعرف النهايه. اللعبه ولا مره ختمتها ولا مره ختمت اللعبه ابدا. يعني النهايه انا ماني عارفها. فمثلي مثلكم يعني اللي ما يعرف ترى انا مثلكم ترى. ها اوكي نخش على المهمه اللي بعده نقول بسم الله. طبعا مثل ما تشوفوا الوضوح رهيب طبعا ما يحتاجها من جد فرق. اوكي الصديق القديم. Hello, Sonny. Tommy. Tommy. It's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! طالع الصورة اللي هناك. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those. Sonny, I'm awesome. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. شوفوا شوفوا. شوفوا شوفوا شفتوا من هناك كلاود. اوكي عصب. انا ايش كنت قاعد اتكلم بالكاتسين عشان ابغى اوريكم ان كلاود موجود ترى ورا بالكاتسين عرفتوا بغرفة تومي. صورة كلاود موجودة كذا. اوكي خلنا نتحرك الحين بس ثواني. طبعا بعض الشفرات في فايس سيتي تشبه شفرات جي تي اس سان اندرياس. فيب قاعد اشيك على الشفرات انا كذا عرفته على السريع بس. كلمات سر زيادة المال جي تي اي فايس سيتي. معقولة في زيادة فلوس في فايس سيتي؟ توني ادري والله. لكن اعلمه مخزن بعد الكاتسين ذا. اوكي يلا نروح نطلع. خلونا نشوف ابغى اجرب ازود الفلوس فوق تحت يسار يمين اكس اكس الوان ار. يا ما تضبط قايل انا. فايس سيتي ما فيها شفرة تزود الفلوس بس فيها شفرة الدرع وفيها شفرة الأسلحة. ضبطنا أسلحتنا وضبطنا أمورنا. بالنسبة للشفرات الثانية ما أعرف إذا في شفرات مهمة ثانية لكن ممكن شفرة الشرطة هي بس المهمة حق إذا انتكبنا مع الشرطة. نخليها جاهزة هنا على جنب. طيب والصراحة طبعا في مهمات غثة موجودة في ذا الجزء متحمس لها الصراحة لكن الله يعين بعد بنفس الوقت. اوكي خلونا نقوم ونروح عند ال دوس. اوكي كيف حالكم يا شباب خبروني عنكم. قطعة طويلة بعد سان اندرياس كانت. ها ان شاء الله تعجبنا يعني سلسلة فايس سيتي مثل ما عجبتنا سان اندرياس العظيمة. سلسلة كانت رهيبة جدا. واحنا الحين في فايس سيتي. اوكي. هلا نقوم. يلا. ال مين؟ ما ادري مين الحرف ال. الحفلة. I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man.
These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. يبغى نغير ملابس تومي فيرسيتي. I think he is. Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? زعلان زعلان تومي يقول ما يشو اللي يفكر فيه ماني ألبس زي الغبي وأروح معاه حاجة زي كذا يعني عرفتوا مثل ما تلاحظوا يا شباب الترجمة رهيبة ها والله ما شاء الله يا أخي ترجمة كل القوائم وكل شيء يعطيه العافية المبرمج حمزة الحمودي والله شيء جميل ومتعب عارف انا الترجمة تعب والله الترجمة تعب من جد لكن هو بعد ترجم القوائم فوق كذا يعني ما شاء الله عليه اوكي اذهب للقارب العقيد كشخ تومي كين روزنبرغ ابد على نفس حركاته وعلى نفس كلامه غوريلاز وما هذا فايب يا شباب بالنسبه للجي تي اي في والجي تي اي في والامور هذه يعني الالعاب يعني اللي مخططين لها انا ما قلت حاجه وراح اسحب عليها راح نسويها ان شاء الله باذن الله متحمس جدا لكن كل شيء في وقته حلو اوكي يو اتذكر هذا اللي في السفينه الله يستر من الكوبي رايت بس Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Rossetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sucks. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent. Lead singer with Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong in silence? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know. Impotent. And the chatty trio. That sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards
and pseudo-intellectual film director Steve Scott. The throes of passion with the nuclear invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's as ever a triumph. I can only apologize. Well, then another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coat. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Sure. Actually, take me to the pole position. Drinks. Okay. كل العفسة هنا مرة. كلهم جوا. نسيت أنا أن كل الشخصيات تجمعت هنا. يا دياز. أنا أذكر إنه يجيب القلق لكن ناسي إيش سالفته. أحس يا أخي يا شباب بداية حماس مرة. ما تلاحظوا يا شباب؟ والله العظيم كل ما ألعب فايس سيتي أتذكر فيلم سكارفيس العظيم الباتشينو. او ماي جاد يا اخي والله شكلي بعيد تصدقوا شكلي بعيد الفيلم والله يعني انا شفت الفيلم مره واحده لكن ضروري اعيده مره ثانيه مع اجواء فايس سيتي تركب على سكارفيس ما ادري ايش الدروب اللي جاء لا تسالوني اراك لاحقا ايها الموسيم مرسيدس ما لقى لها الاسم نجحت المهمه دننننا. حلو كيف دروب قوي حلو رجعنا تم تسليم الزي لرافائيل يعني صار معانا الزي ذا ابغى ارجع ملابس تومي حقه البحر هي ارهب شيء ترى بس ما عليه خلونا في ذي الملابس مو مشكله والله الزبده مره دخلت جو كذا مع الكاتسين بشكل حماس مرة ميامي ها اوكي يلا المهمة اللي بعدها كي روزنبرغ اند كو كين روزنبرغ وشركائه طبعا كين روزنبرغ ما ادري ايش اللي صار عليه بعدين راح لسان اندرياس عرفتوا خلاص قهانا نطلع well I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here what did you find out That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. I got it! Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. اوكي هذا بدا نادي مالبو واحب ابحث عن كنت بول كنت بول الاسم ترى مو غريب علي يا شباب كنت بول الاسم مو غريب والله مو غريب مره لكن شيء جميل لكين روزنبرغ موجود طبعا اللي ما يعرف يا شباب فايس سيتي احداثها قبل سان اندرياس عرفتوا فاللي ما يدري يدري اوكي معلش طبعا الحين اذا صدمنا ولا شيء ما في سياره تطير ما في صلح سيارتي بشفره ها حركات شفرات اوكي وصلنا يوه هالمرقص ذا ها الله يا الذكريات حاجه جميله ورهيبه اوكي هذا I'm looking for some English guy. Kent Paul. هو نفسه. Yeah, I'm the governor, Andy. هذا اللي أذكر كأنه كان موجود. Don't you worry about a thing, mate. موجود في سان أندرياس كان. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it?
Oi, oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at kitchen of Hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? كنت بول كنت بول هذاك يا شباب نفسه مع خويه ماكا اللي بسان اندرياس ذاك نفسه شيء جميل انك تشوف شخصيات موجوده في سان اندرياس كانت يا الله طبعا ما احتاج اقول لكم ان سان اندرياس لما ختمتها قبل وانا صغير كلها سكبات وحتى فايس سيتي اكيد ينطبق عليها كلها سكبات الكاتسين ولا مره شفته لكن في بعض الكاتسينات اعرفها يعني فايس سيتي يا رجال واحد قبل في السوني 2 يخاف اذا تعلق عليه اللعبه ولا لا اي ميك مي يو بريك لا اسلم تبغى تضارب ها تعال تعال ها تبت مين عمك والله اضغط هاتف الخلوي اخذنا جواله اوكي تعب تعب بعد الهوشه beat him to a pulp that should make him real chatty you want some too hey chill i want what you want brother oh yeah اختفى جثته ذاك سبحان الله and my dead brother's white lady unfortunately you just silenced our lead accidents happen get lost hey hey whoa No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. والله الطباخين ما يمزحوا ها؟ This way. أبغى أذبحهم. أمزح أمزح خلاص مع سام. والله أقول لكم ترى ركضته تومي. ركضة توم يا رجال أسرع من السيارات والله ركضتها سريعة السلام عليكم وعليكم السلام والله ما يمزحوا الطباخين شيل عليه السلام عليكم إذا بلا محل بيع السلاح يلا حلو انتبه يبغى نشتري اسلحة واحنا مسوين ام الشفرات اوكي ما يمدينا نختصر ما ينكسر زي سان اندرياس ذا اوكي من هنا من هنا وصلنا خير ما توقفنا المهمة هنا سان اندرياس انت تتمشى يوقف كذا غصب عنك الموسيقات اقول لكم رهيبة دائما فايس سيتي كل موسيقى فيها رهيبة حتى الاغاني اوكي ايش ايش اوكي معلش على الستارت بس كان يبغى يورينا يلا ارجع الفندق كان يبغى يورينا يعني ان في محلات وكذا ترى ها يمديك تشتري اسلحه ارجع الى الفندق شيء حماس كذا عرفتوا والله شيء احس احاسيس رهيبه قاعده تجيني والله طبعا ان شاء الله احنا راح نختمها كامله فايس سيتي المحسنه ها الجرافيكس مره جبار صاير فعلا فعلا الجرافيكس جدا جبار وقف عطني سيارتك
trying to antagonize me? كويس ما جتنا شرطة. فأقول لكم يا شباب أجواء فايس سيتي والمدينة كأنك بسكارفيس أبد. But I know you can do it. كذا عرفتوا صوت الدباب زي أوكي مين اللي اتصل. رجعنا الاتصالات ها. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo. الطباخ. شكله لب الطباخ. الطباخ ذا شكله. زرف جواله. غضب هيئة المحلفين. أوف. For God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look. It's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about no, it. No, 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 no! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Okay. اسم فوريلي هذا جاء توقع ب سان أندرياس. أح طيارة مطرقة شكرا على المطرقة. Dumb Florida moron. إيش الصدفة ذي؟ جاء صدم واحد عشان أخذ سلاح. سبحان الله يا محاصن الصدف بس. المهم شكرا على السيارة بعد. ناخذ المطرقة وناخذ السيارة ليش لا؟ عادي يا شباب ما ادري ايش الخطه بعدين بعد ما اخلص جي تي اي فايس سيتي وجي تي اي في واي في. اللي كانوا معاي بالقناه قبل يعرفوا اني انا ختمت لعبه بولي. ايش السالفه اذبح هذا ولا ايش الحين مطرقه؟ اوه لا لا يركب لا يركب يا ولد صقع مطرقه ثانيه بعد يا محاصن الصدف. حطم السيارة جيب المطرقة اطلع اطلع بس اخوفه كذا جورجيو ارسل تحياته. تخويف بس تهويش لا تقتله يعني. اوكي اوكي كنت بذبح والله كنت بجيب ام العيد. ايوه فاقول لكم يا شباب اللي كان معاي بالقناة من زمان يعرف اني انا ختمت بولي لكن ما ختمتها كاملة وبدون فيس كام بس ختمتها بترجمة يعني. احتمال 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 ها نكملها لان فعليا انا سحبت عليها سحبة الاسد من قبل 4 سنين تقريبا خمس سنين و كان نفسي اني اكملها لكن راحت عاد. ان شاء الله نكملها في المستقبل. بولي طبعا ارهب الالعاب اكيد. وردد بعد ردد رهيبة في القلب يعني زبدة. انا متحمس لألعاب كثيرة اختمها معاكم يا شباب. ممكن اوتلاست ما ادري يعني ان شاء الله نشوف مزاجنا ايش لا اكثر على حسب المزاج هي عرفتوا. وروقان وشي جميل جدا ها. اوكي نكسر سيارته. اوكي حلو. Remember, guilty is a dirty word. مهمات ورا مهمات ها.
ما تلاحظوا قاعدين نمشي بسرعة صح؟ أحس أسرع من سان أندريس. لا لأن سان أندريس طويلة عرفتوا؟ فهنا قاعد تحس بالإنجاز سريع سريع. ذكرني بالخريطة خليني أشوف شكلها. الله ما أقدر أرجع أكثر من كذا لكن شيء جميل. طبعا راح تنفتح المدينة ذي بعدين أتوقع. في مدن الزبدة يعني راح تنفتح شوي شوي مع التختيم، مو كله راح يفتح بنفس الوقت. فيلا اوكي نكمل. اكيد طبعا لان فايس سيتي قبل سان اندرياس، فايس سيتي خريطتها اصغر من سان اندرياس. وحبيبنا ذا ما يعرف يسبح ها، على طول يغرق. تومي فيرسيتي هو ما تدري هو من القروش ولا هو لانه جبان او ما يعرف يسبح. قلنا ما يعرف يسبح وبس. اقطع من التصريف روكستار، هاي قالوا لك انه يخاف من القروش عشان فيها قروش عشان كذا ما يسبح يا شيخ. الله اوكي يلا نقوم. ايش ذا الاتصال بعد؟ سوني يحبوا الاتصالات عاد روكستار. I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Okay. Sonny, نشبة, huh? اعمال الشقب. Without saying, Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? Calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company has got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. فعلا اللعبة تطورت يا شباب. أنا يا مول. تعليقات تومي يا أخي. الزبدة هذا ذا اللي داخل كنا داتش من ردد. هذا أذكر يجيب العلة ذا. مهماته تجيب الغرغرينة. والله شفت تتذكروا زيرو اللي بسان أندرياس؟ هذا نفس حالة بس في فايس سيتي. مهماته تجيب القلق أذكر. أتذكر فعلا حتى في مهمة بعد للطيارة وتصعد فوق وتتمشى بالطيارة. قايل لكم اللي مسوي لي فيها داتش ذا. مهمة ال شو اسمه؟ بنروح اتوقع لل بنروح ل شو اسمه هذيك؟ الجولف اتوقع ها؟ اظني اذا ما خاب ظني هي. نبغى ندخل المجمع يا شباب، طبعا اللي ما يعرف ان جي تي اي فايس سيتي هي اللعبة الوحيدة اللي فيها مجمع مول في اجزاء جي تي اي. طبعا في اجزاء ثانيه فيها داخل فيها مول بس ما تقدر تدخل داخل المول، مو زي فايس سيتي هنا تقدر تدخل داخل المول وتشوف. حتى المول جدا رهيب وكبير وتحسن مره بشكل كبير. اوكي لا مو بهذه حقه الجولف، واحده ثانيه. ذكرت ذي هذه اللي تتباقس مع الناس. ها تباقس، تعال 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 يلا ها. قامت قومناهم قومنا الشغب. اوكي دمر جميع الشاحنات. اخر خلونا ندمر الشاحنات يا ولد انت وياه. وعليكم السلام. اوكي اطلق البراميل.
ما عليك يا رجال عندنا رشاش. حلو خلصنا. حلو يلا شيل عليه. الموسيقى الرهيبة ها. اوكي يلا مشينا. الان يمكنك تنفيذ مهمات افيري. مهمات افيري ها. يلا مشينا. ندخل نشوف مهمات افيري اللي هو ذاك اللي كان داتشا هو نفسه اتوقع ولا. ايوه كورتيز. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Huh? Okay? Good day, senor. Good day, senor. في مهمتين لكن خلنا نروح عند ذي لأنها أقرب شيء. أربعة والحديد. بلن كان الطويل ها؟ أي والله قايل لكم. معلك هذا الطويل حقه. My daddy used to say never look a gift horse in the mouth, and by golly he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt, and you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a wig before. Okay. هذا هو دوتش. اسمه افيري هو اتوقع ها؟ اوكي. طبعا والله كل شوي قاعد يزبدون الملابسه، روح بدل ملابسك بدل ملابسك. طبعا هذه مهمة الجولف يا شباب الحين. اتذكر في بدايات المهمات في مهمة جولف. لكن ما تحسوا اننا قاعدين نمشي اسرع من سان اندرياس؟ والله صحيح، لان المدينة صغيرة. مو زي سان اندرياس، مدينة ضخمة جدا. اوكي. بدل ملابس، لازم اعطيها مشي ذي. نايس ايرث بيبي. اوكي نروح للجولف الحين. يلا مشينا. ما بيتي ماماتو. وصلنا. اذكر مهمة الجولف جابت لي القلق قبل ما ادري ليه، بس راح يبين ان شاء الله. ان شاء الله ما اجيب القلق. اوكي الهدف في ملعب الجولف. شوي ايوه. اوه لازم تشيل كل اغراضك. هذا السبب اللي جاب لي القلق، لازم تشيل كل الاسلحه. الله يعيننا عاد. لكن راح اسوي شفره داخل بتعوق يعني. اوكي اخر انت. طبعا عشان لا يبلش ابو اللي جابنا ونقتله كذا من بعيد، عرفتوا ها؟ بالمسدس عشان ننهي ام المهمه بسرعه. انا اذكر جاب لي القلق اول. بس خلصنا شيل عليه. شوف حتى حتى ربعه باعوه بالرخيص. شوف سحبوا عليه قاعد يتمشوا. طبعا انت ايش تسوي؟ المفروض اني انا اروح اصلا اقرب منه واقعد باقص معاه، بس بعدين راح يفحط هنا ويدور يجيب لنا الهم. لكن انا اختصرت ام الموضوع بالمسدس من بعيد. الشفرات. اوكي. يقول لك روح لهاتف عمومي، لكن ما راح اروح للهواتف العموميه اتوقع.
قال لك كاميرا يعني ذي ها. صوتها غير عن شو اسمه عن اللي بسادريس. اوكي في 70,000 مهمة مثل ما تلاحظوا يا شباب، مثل ما تلاحظوا 70,000 مهمة في الخريطة، لكن اي واحدة نروح شكلي بروح لأفري مرة ثانية نخلص مهماته، لان اذكر جاب لي القلق هو، فراح نروح لأفري شكلنا. نكمل عليه، خلنا نكمل عليه. في بعد مهمة انك تكلم واحد بهاتف عمومي، ما ادري بس خله يولي مو حزته الحين. خلونا نكمل دام احنا على واحد نكمل عليه عشان نكمل قصته، عرفتوا؟ عشان ندخل جو معاه مثل افري. الحين بيجيك باللينكن ها. يلا رجل التدمير جاء باللينكن، نفس الكاتسين ما تعبوا نفسهم. Okay. Now look here, son. I got a problem, and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm going to head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? روق علينا ها؟ انبسط معانا، أيوة. طبعا يا شباب تومي وجه هنا صاير شوي هطف عشان اكون صريح. تومي وجه في النسخة القديمة افضل افخم طبعا، يظل يعني هنا بعد نفس الشيء، لكن شوفوا دققوا عليه وجه هنا شوي. لكن يظل يعني كويس ترى، مقبول مو يعني سيء، جيد. ايوه استخدم او ماي جاد، هذه اللي اقصدها، هذه اللي اقصدها. كويس بنخلصها من اول حلقة عشان نفتك منها نقطة، عرفتوا؟ هذه تجيب القلق. اذكر لحم قم بلقم، كويس اني بخلصها من اول حلقة ها. اوكي لسقاط قنبلة اضغط دائرة. طبعا ما ادري ايش انا محول على الاكس بوكس هنا مكتوب، لكن انا ترى شابك على يد سوني 4 بس قاعد يجيب الاكس بوكس. هذا المتحرش ها يجيب عليك بعد هذا. اوكي كان ان شاء الله يمدينا نخلصها، بيمدينا ان شاء الله، بيمدي درج يسمح بالوصول الى جميع طوابق المبنى. اوكي على حسب ما اذكر ان في وقت لازم نخلص. ايوه بدا الوقت اول ما تاخذ اول واحده يبدا الوقت على طول. اوكي الله يعيننا عاد، الله يعيننا على التحكم ها، فعلا الله يعين. اوكي طبعا بيقدروا يضربوا فيها على حسب ما اذكر. يب اوكي وخر يا غبي، وين نحطها هنا؟ اسقاط القنبلة. ايوه حلو ممتاز. لا ان شاء الله يمدينا عليها ها، مثل ما شو اسمه فقعنا وجه موزي دقيقة، مثل ما فقعنا وجه زيرو وخلصنا مهماته بسرعة بسان اندرياس، بيمدينا ان شاء الله على مهمات افري هنا ونخلصها بسرعة. والله يا رجال يشبه الداتش بشكل كبير، خصوصا مع النسخة المحسنة هنا بان وجهه اكثر، فعلا يشبه داتش فاندرلين ها. اوكي طبعا العمال يجيبوا القلق هنا، مو بهنا هو الا هنا. كويس حلو نزلها، يلا ننزل تحت، روحها ورجعة. طبعا راح ندمر ام المبنى هنا الحين. نبغى نشوف كيف الانفجار بالنسخة المحسنة ها.
اوكي والله يا كمية ذكريات في هالمهمة. ذكريات ذكريات فعلا فعلا ذكريات في القلب. جميع الألعاب القديمة كذا يا أخي تعطي شعور جميل جدا يا أخي. توافقوني؟ إذا توافقني عطنا لايك. استاهلت لايك صح؟ استاهل والله. أوكي. لا بالصحيح فعلا يا شباب الألعاب القديمة شعور مختلف. وتحس نفسك داخل اللعبة من جد عرفت؟ تصنم كذا تدخل جو. اوكي كيف نصعد فوق؟ مو من هنا نجي من ضيعنا يا شباب. من وين نصعد؟ من ذيك الجهة ممكن؟ ايوه جنبك جنبك جنبي هنا المفروض على طول. انا اخذت لفة كاملة على الفاضي. ها جابت لنا ازعاج هالطيارة ذي. اسلم اسلم قاعد يطلقوا. حلو نروح ناخذ بقى قنبلة واحدة ونخلص ام المهمة ذي. انزل 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 يا ساتر استر. ان شاء الله ان شاء الله ما نخسر ان شاء الله ما نخسر. يا الله لا تطلق يا حيوان. خلاص بقى بقى واحدة بقى واحدة بمدينة بمدينة ان شاء الله. المشكلة ما تدري انت ما في دم ما في دم بالهليكوبتر نفسه. ما تدري اذا احنا قاعدين نتدمج ولا الموضوع بس كذا طقطقة. اوكي حلو جوني لبرا ذول. ها الحرش مليون. اوكي طبعا الاخيره اكيد راح تكون في اخر دور فوق وبعدها بوم يا حيوان. جاب لنا الازمه ذا. اوكي من هنا والله ما ادري بس انه خلونا نمشي مع الدرج عشان لا تجيب العيد. حبه حبه شوف الهطف يا الله. اوكي نصعد من هنا. يلا 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 الدور الاخير الدور الاخير وصلنا. طيب وين نحطها الحين؟ لا تقول لي بعد لازم اطلعها برا الهليكوبتر بعد ما احط كل شيء. ايوه هنا. حطها. اوه سلام ديم والله الانفجار صار رهيب هنا. ها تحسه من جد انفجار. اوكي طيب مشي حبيبنا هذاك افري خلصنا مهماته. قال هو اصلا راح يطلع برا المدينه شوي. اوكي نسوي مهمة واحدة وبعد وننهي الحلقة. اوكي اوكي قوم 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 بسرعة 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 قوم شيل عليه. وات الغريب ان السيارة. اوكي توني بقول توني بكمل جملتي ما قدرت. ها كنت بقول غريب ان السيارات لما تنقلب ما تحترق وتنفجر لما تنقلب لكن على طول حتى ما كمل جملتي. على حسب ما اذكر هذا المول. ها في الحلقات الجايه ان شاء الله نجي نروح عند الاتصال هذا. خلونا نشوف الاتصال. يلا الاتصال اتوقع جاي قبل السي او اللي هو عاد الزبده لان اقرب مننا. نروح للاتصال. اوكي رد قاتل الطرقات. مسجل تحت الهاتف. اوكي كارل بيرسون رجل توصيل البيتزا قتله قبل ان يكمل تسليم البيتزا عمليات تسليم. اوكي لازم نحصل عليه قبل ما شو اسمه
لا قبل ما يوصل البيتزات كلها هذي. طيب رجال بيتزا حالة حال سبيلة، ليش تبغون نقتله؟ تعال ايوه وخر يس خلصنا بسرعة ها اسرع مهمة في الحياة. يلا يلا مهمة مهمة واحدة بعد ما تضر. يلا كنت راح انهي الحلقة بس يلا مهمة واحدة ما تضر. الحلقة الاولى ابغى اخليها ساعة عاد بعدين اذا نبغى نزيد نشوف. اعطونا رايكم عاد تحت، اعطونا رايكم ولا تحرمونا من ارائكم طبعا يا شباب. هذه الحلقة اتمنى انكم مستمتعين معاي. فايب اعطونا رايكم كم نخلي مدة الحلقات في الحلقات الجاية. الحلقة الاولى لازم تكون طبعا ساعة ما نزودها عرفتوا. اوكي نخش على المهمة الاخيرة في هذه الحلقة، نقول بسم الله. Mr. Versetti. Colonel. Thank you for coming. Please sit. Lobster? No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then... we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. يا ساتر المنشار استعمل منشار. اوكي okay. Use this. يبغى نقتله بالمنشار مرة ها. الحقد مليون فعلا يا شباب. انا الوحيد اللي يجيني هذا الشعور ولا انتم بعد؟ ان فايس سيتي تحسها نفس كذا اجواء سكارفيس، ولا مو سكارفيس لحاله بعد، طبعا سكارفيس هو اللي يشبهها مره، لكن مثل افلام جود فيلاز والافلام كذا عرفتوا حق المافيا، افلام رهيبه عرفتوا، لكن باخص الخصوص زي ذا جاد فادر بعد وذا، لكن باخص الخصوص زي سكارفيس. فعلا سكارفيس يذكرني 100% بفايس سيتي والله وشعور رهيب يا اخي. والله انا قاعد اتكلم عن سكارفيس كثير هذه الحلقه، شكلي شكلي بعد ما اقفل الحلقه بروح اتابع الحين على طول والله حماس يا اخي. متى كان سكارفيس؟ اتوقع عام 1983. او ماي جاد، لكن فعلا الفيلم قديم وجودته يا اخي افضل من بعض الافلام اللي قاعد تنزل هالفتره والله. اوكي هذا جنب المرقص هنا ها، جنب الماليبو. بالنسبة للماليبو يا شباب اللي تابع مسلسل اختلال حقي تتذكروا ان في لقطة صارت هنا. هذا هو شكله اللي يقتلها ها. اسلم الحق عليه يا كرة الدهون. انتهينا. اوكي شيل عليه. بعد بلاحق بقعد الاحق هالدب انا والله. يقول يا كرة الدهون. الشرطة جتنا. هنا 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 خذي خذي. شلنا نجمة. غير الطلاء. طبعا في شفرة اتوقع تنقص الشرطة. نقصهم نجمة واحدة. بس لو في شفرة ابدا الشرطة ما تجي تكون ابرك. لكن لا راح يروح طعمها لان فايس سيتي اصلا صغيره مو زي سان اندريس يحتاج لها هذيك الشفره. اوكي ادخل 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 حلو. نننننن محرك وطلاء جديد للسياره. انت عارف عليك الشرطه الان وتصلحت سياره بعد ما شاء الله ها. اوكي خلاص يا شباب اتوقع وصلنا لنهايه حلقتنا. اوه هنا في بيوت ها، نشتريها بعدين. اتوقع البيوت ما تقدر تدخل داخلها بس تخزن عندها. سيارة جميلة هنا. اوكي خلونا ننهي الحلقة هنا. اوكي بس يا شباب يعطيكم العافية على المتابعة، ان شاء الله نشوفكم حلقات جاية. كانت هذه الحلقة الاولى من تختيم جي تي اي كنت بقول سان اندريس، تعودنا على سان اندريس. من تختيم جي تي اي فايس سيتي المحسن الرهيب. يعطيكم العافية
ومتحمسين للأحداث القادمة ونشوف إيش صار مع كين روزنبرغ وإيش راح يصير مع توم فيرسيتي والمدن اللي راح نفتحها إن شاء الله قدام. يعطيكم العافية يا شباب، كان معكم أركين سمارت، لا تنسوا تعطونا اللايك وعطونا آراءكم تحت بالتعليقات. يعطيكم العافية ونراكم فيديوهات قادمة وفي أمان الله. سلام عليكم.